يحاول عدد كبير من اليمنيين الهروب من واقع الحال الذي يعيشونه في بلادهم، خاصة مع استمرار الحروب وسوء الأوضاع الاقتصادية وضياع المستقبل الذي يشعرون به جراء بقائهم كل يوم في اليمن. لذا تراود البعض فكرة الهجرة إلى أوروبا. بعض هؤلاء خاضوا تجربة التهريب المريرة بين دول إفريقية كي يصلوا إلى المغرب، ومن ثم إلى مدينة اسمها سبتة، وهي مدينة على الجانب الإفريقي كانت تتبع سابقاً المغرب لكن الآن تتبع إسبانيا. قبل أيام اتهمت منظمات حقوقية مغربية ويمنية ودولية سلطات مدينة سبتة بترحيل 40 لاجئاً يمنياً كانوا مسجلين في مراكز استقبال اللجوء، ووضعهم قانوني بالتأكيد بحسب التزام إسبانيا بالمعاهدات الخاصة برعاية واستقبال اللاجئين. طبعاً تم إعادة هؤلاء اليمنيين إلى المغرب مجدداً بعد أن كانوا قد وجدوا بصيصاً من الأمل في إعادة توطينهم في أوروبا، وهنا بعض التصريحات التي تحدثوا عنها. سلمان المسخري من اليمن. طبعاً إحنا قطعنا ملايين الكيلومترات على أساس نصل إلى هذا المكان، وما أن وصلنا اليوم تفاجأنا في ردة فعل الأصدقاء الأسبان. كانت ردة فعل قاسية جداً، أخرجونا من الداخل حوالي مرتين أو ثلاث مرات بعد أن سبحنا وقطعنا مسافات كثيرة، مع العلم أن أسبانيا هي تدعم طرفي الحرب في اليمن بتمويلها للسلاح لجميع الأطراف يعني في اليمن، ومن واجبها أن تعولنا وتستقبلنا في مثل هذه الظروف الصعبة، ونحمد الله على كل حال، وسوف نحاول ونعاود مره اخرى لانه ليس لدينا وطن نعود اليه. لا، الانسانيه ليست الانسانيه، هم يتظاهرون بالانسانيه، نحن كنا نؤمن انه ان لديهم انسانيه، لكن ما رايناه اليوم شيء مختلف تماما، لا صله له بالواقع ولا علاقه له بما يشاع وما يقال يعني للامانه يعني. حاولنا مرارا وتكرارا، عوائل، اطفال، نساء، قصر، لم نجد ادنى تعامل انسانيه، منهم من ضرب ومنهم من سحل ومنهم من اسيل دمه ومنهم من طرد ومنهم من يعني أشياء لم تكن في الحسبان يعني صراحة، يعني كان موقف مفاجئ يعني من على خلاف الديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان التي ينادون بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلنا من البحر سباحة يعني معنا جاكتات، ودخلنا من البحر ووصلنا لعند الأسبان يعني، ومعهم ضربوا علينا مسيلات الدموع يعني والغاز، وضربوا ومعهم عصي يعني بالعصا تمام، ورجعونا من داخل تمام، وراح علينا التلفونات حقتنا، وراح علينا واسمه ايش بقولها الجوازات حقتنا تمام، في جوازات قطعوهن. إذا كما شاهدتم وتابعتم هذه القصة المؤلمة التي عايشها هؤلاء اليمنيون الذين تم ترحيلهم من مدينة سبتة الإسبانية. نتابع الآن تعليقاتكم حول هذه القصة. يقول بشير سنان: من جحيم الحرب إلى نهر الغربة، وصولا إلى سعير العنصرية التي يتبجح الغرب بمحاربتها بوقاحة. قتل الله الحرب وما سببته لشباب في سن الزهور، كان الوطن أولى باحتضانهم بدلا عن كل هذا العذاب. سعيد الحاج يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا سامح الله من كان سبب، وكان الله في عون الناس الغلبانة، ورحم الله شهيدين الكابتن هلال والأخ محمد الأهدل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يحظ رافي يقول: انتهاك وضرب وسحل ولا يوجد إنسانية، وكيف سنحاول وسنعاود، ضربنا وبكى وسبقنا بشكى، يا أخي بلدك بخير، عش بالقليل فيها وعش بالمكتوب اللي كتبه الله لك. أما صفوان العكام يقول: أتوقع شيء طبيعي من الحكومة الإسبانية، دخلوا البلاد تهريب، كيف واحد يستقبلهم بالورد؟ الغلط غلط، مهما كان الكل يتمنى يخرج من هذه البلاد، بس في طرق قانونية حتى لو كانت صعبة، بس آخر شيء تنجح. عبد العامري يقول أيضا: لازم من توعية، كثير ماتوا وهم يحاولوا تسلل إلى أوروبا، منهم من مات بالصحراء ومنهم بالبحر ومنهم جنن بعد أن نصبوا عليه. موضوع مهم جدا التوعية ثم التوعية. أنا قريب منهم بالجزائر ويوميا أسمع حكاية وألم. جميل الحيدري يقول: أحد من تحدثوا صديق العزيز محمد المشرعي، كم أنا متألم لأجله، لأني أعرف قساوة الظروف الذي يعبر بها كي يصل إلى ما يحلم. أريد أن أذكركم أيضا أنه نفس الطريق التي سلكها بطل اليمن الأولمبي في لعبة الكونغ فو الكابتن هلال الحاج، والذي توفي غرقا أثناء محاولة العبور من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية. هلال الحاج كان نجما لامعا، رفع اسم اليمن عاليا في المحافل الرياضية، لكنه
وجه بالخذلان فاضطر إلى الهجرة رحمة الله عليه. مشاهدينا الأعزاء، دعونا الآن نستضيف معنا عبر الهاتف الناشط اليمني سعيد الحاج. مشاهدينا الأعزاء، سعيد الحاج هو أخو البطل اليمني هلال الحاج الذي توفي غرقا أيضا وهو يحاول الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية كي يطلب اللجوء هناك هربا من واقع الحالة في اليمن. ينضم معنا عبر السكايب من فرنسا الناشط السياسي سعيد الحاج. أهلا وسهلا بك معنا سعيد. مرحبا أخي هشام، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. سعيد، أنت قريب من قصص اليمنيين وهمومهم، خاصة هؤلاء الذين يحاولون العبور من المغرب إلى إسبانيا وبعد ذلك يكونوا قد وصلوا إلى أوروبا. هل تعرف بعض القصص لهؤلاء الذين تم ترحيلهم من سبتة قبل أيام؟ في حقيقة الأمر أخي هشام، طلعت على ما حدث، كان هناك خلاف ما بين السلطات المغربية والسلطات الإسبانية. في هناك رئيس جبهة البوليساريو أو ما تسمى بالصحراء الغربية أصيب بوعكة صحية، نقل على إثرها للعلاج في إسبانيا، فمما أدى إلى تفاقم أزمة ما بين السلطات المغربية والإسبانية. فقامت السلطات المغربية بفتح الحدود ما بينها وبين إسبانيا، على الحدود ما بينها وبين إسبانيا سبتة ومليلة، فدخلوا آلاف من المهاجرين، من ضمنهم هؤلاء يمنيين. السلطات الإسبانية صرحت بأنه لا يمكن ابتزازنا سياسيا أو إنسانيا من قبل السلطات المغربية، فقامت بإرجاع كل من دخلوا في الآونة الأخيرة ومن ضمنهم يمنيين. طيب الآن كيف وضعهم يا سعيد بعد أن تم ترحيلهم، إلى أين سيذهبون؟ وضعهم للأسف الآن متواجدين في المغرب. أنا حسب تواصلت مع القائم بأعمال سفارتنا في إسبانيا الأستاذ محمد معوضة، وأكد لي بأنه تواصل مع الجانب الإسباني وكذلك مع الصليب الأحمر في إسبانيا وكذلك مع مفوضة مع مكتب الأمم المتحدة هناك، وأبلغوا بأنه رحلوا الجميع دون استثناء بمن فيهم اليمنيين، يعني ولم يكن هناك انتقائية في الموضوع. إذن سيضطروا للبقاء في المغرب كما سمعنا إلى تصريحات، فإنهم سيحاولون مرارا وتكرارا العودة مجددا إلى مدينة سبتة هذه الإسبانية. نعم، للأسف ليس لديهم هناك أي طريق آخر للعودة، يعني خصوصا بلدنا تمر بفترة حرب، فليس لديهم إلا أنهم البقاء هناك في مليلة والمحاولة مرة وأخرى حتى يصلوا إلى إسبانيا. طيب كيف تتعامل سلطات مدينة سبتة مع هؤلاء اللاجئين؟ كان هناك محاولات سابقة اليمنيين حاولوا العبور إليها، فهل نجحوا؟ هل تقصد توفر لهم ملاجئ خاصة بهم حتى يتم توفير لهم مكان ومأوى وإعادة توطينهم؟ في الحقيقة السلطات المغربية هناك ومكاتب المتحدة لا توفر لهم أي نوع من الخدمات، يعني حسب رواية أحد الأصدقاء الناشطين الحارث الثلاية أكد لي بأنه لا يتم إعطائهم أي شيء خصوصا في وما زالوا في المغرب، وكذلك يعني بيلاقوا نوع من المضايقات، وفي ناس تسرق منهم مقتنياتهم من هواتف نقالة ومن أموال، وبعضهم فقدوا جوازات سفرهم وهم يبحثوا عن مكان أو عن بيت يسكنون فيه. طيب سعيد، هل ترى بأنه من الصعوبة فعلا التوجه إلى هناك والمخاطرة بهذه الطريقة الصعبة وربما لا تكون نتائجها محمودة ولا متوقعة؟ بماذا تنصح الناس الذين يفكرون بالذهاب بنفس الطريقة التي ذهب بها هؤلاء اليمنيين عبر طريق المغرب؟ باعتقادي أن هؤلاء يا أخي الكريم لم يذهبوا إلا بعد أن ضاقت بهم السبل في بلادنا. بلادنا تمر بمرحلة حرب، يعني خصوصا بعد انقلاب الحوثيين في العام 2014
لحد الآن لم توجد لدينا دولة، ودولة مش شرعية لحد الآن في المنفى لأكثر من 6 أعوام. فالشباب اليمني أصبح ضائع لا يجد نفسه، فبيحاول يبتكر له طرق أنه يبحث له عن أماكن أو عن دول يعني تأويهم وعن تقدم لهم الخدمات وتقدم لهم يعني الحياة الكريمة التي تليق بهم. يعني صعب يعني هذه أبرز الأسباب التي تدفع الناس اليوم إلى الهروب ومحاولة اللجوء إلى مستقبل أفضل أو إلى مدينة أو دولة قد توفر لهم الرعاية والأمان التي افتقدوها في بلادهم. يعني سعيد الآن نعم يعني هؤلاء اللاجئين اليمنيين الذين يأتون إلى المغرب ويحاولون الوصول إلى إسبانيا، هل لديك معلومات عن كم يعني كم حجمهم موجودين في المغرب؟ وهل هناك منظمات تبع صليب الأحمر أو منظمة اللاجئين موجودة لتقديم المساعدة لهم؟ في الحقيقة العدد حسب بعض الشهود عيان أنهم يقارب 40 يمني، يعني اليمنيين 40 يمني الذي دخلوا مؤخرا، ما يقارب 8000 مهاجر غير شرعي من 21 دولة. حسب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنهم 40 يمني فتم إرجاعهم جميعا، وللأسف يعني قوبلوا بتوبيخ، وبعضهم يعني حسب رواية بعض الشباب بأنه انضربوا وأخذت مقتنياتهم، وهذا ما حدث للأسف. لكن للعلم بأنه من كانوا هناك، من كانوا قد دخلوا قبل هذه الموجة الأخيرة، لم يصابوا بأي أذى ولم يرحلوا، ولا زالوا مسجلين لدى الصليب الأحمر هناك في مدينة مليلة لحين ما ينقلوهم إلى مدريد. نعم هكذا هي الآلية التي يمرون بها من استطاعوا الوصول إلى سبتة، وبعد ذلك كما ذكرت يتم نقلهم إلى مدريد. سعيدنا سعيد جدا لانضمامك معنا والحديث عن هذا الموضوع الهام الذي يهم شريحة واسعة من اليمنيين الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ الأمان كما يظنون أيضا ويحلمون بها. شكرا جزيلا لك عبر السكايب من فرنسا ناشط السياسي سعيد الحاج. مشاهدين الأعزاء، إذن استمعتم إلى أوضاع هؤلاء اليمنيين الذين تم ترحيلهم من مدينة سبتة الإسبانية إلى المغرب وما الذي يواجهونه حالياً.